اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. هل أنت خفيف الدم أم ثقيل الدم؟ قف من أنت تحليل الشخصيات. بعض الناس شخصيتهم تتميز بالمرح والخفة، تسعد لسماع النكتة والضحكة منهم، وجوههم فيها علامات الابتسام. على الجانب الآخر هناك الأشخاص الذين يتميزون بالعدوانية والتجاهم ولا يستجيبون لأي مؤثرات خارجية. والآن أي الأشخاص أنت؟ هل أنت من الأشخاص الخفيفي الدم الذين يضحكون ويزرعون البهجة حيثما حلوا؟ أم أنت ثقيل الدم لا تطاق وشخصيتك من الصعب التعامل معها؟ ببساطة أجب على هذه الأسئلة واختر الخيار المناسب لك، ثم اجمع خياراتك واكتشف النتيجة. السؤال الأول، عندما تشاهد مسرحية قديمة لنجم الكوميديا المفضل لديك، هذه المسرحية تعاد في التلفزيون تقريبا مرة كل 6 أشهر، هل ألف تضحك من كل قلبك وكأنك تشاهدها لأول مرة، باء لا تضحك على الإطلاق، جيم تضحك ولكن ليس كأول مرة شاهدت فيها المسرحية؟ السؤال الثاني، عندما يشتد الخلاف بينك وبين أعز الأصدقاء ويتفاعل النقاش بحيث يصل لنقطة لا التقاء فيها، هل ألف تقول لا أمل وتترك الأمور على ما هي عليه وربما يصل الأمر إلى القطيعة التامة بينك وبينه، باء تقلب الموضوع كله في ذروة الانفعال إلى نكتة بحيث ينسى صديقك كل الخلافات ويعود الود بينكما، جيم تحاول أن تصل إلى نقطة التقاء جديدة بينكما؟ السؤال الثالث، عندما تتذكر موقف طريف حدث لك منذ زمن بعيد، هل يمكن أن يغلبك الابتسام مهما كانت طبيعة المكان الذي أنت فيه؟ ألف أحيانا، باء نعم، جيم لا. السؤال الرابع، وأنت تغير ديكورات المنزل اكتشفت أن كل الألوان السائدة في الأسواق ألوان يغلب عليها الطابع الداكن، هل ألف تلتزم بها؟ باء تحاول أن تبحث عن البديل فإن فشلت تلتزم بها؟ جيم تؤجل تجديدات الديكور حتى تجد ألوان فاتحة تحبها؟ السؤال الخامس، عندما يهاجمك أي شخص، هل ألف تأخذ الموضوع مأخذ جد وتهاجمه بشدة أيضا؟ باء تأخذ الموضوع بخفة دم؟ جيم تحاول أن تفهم سر هذا الهجوم أولا؟ السؤال السادس، هل تحب السهر مع الأصدقاء وتحرص على رؤيتهم؟ ألف لا، باء نعم، جيم أحيانا. الآن أعطي لنفسك هذه الدرجات. السؤال الأول، ألف 3 درجات، باء درجة واحدة، جيم درجتين. السؤال الثاني، ألف درجة واحدة، باء 3 درجات، جيم درجتين. السؤال الثالث، ألف درجتين، باء 3 درجات، جيم درجة واحدة. السؤال الرابع، ألف درجة واحدة، باء درجتين، جيم 3 درجات. السؤال الخامس، ألف 3 درجات، باء درجة واحدة، جيم درجتين. السؤال السادس، ألف درجة واحدة، باء 3 درجات، جيم درجتين. الآن اجمع عدد الدرجات التي حصلت عليها من إجاباتك على الأسئلة 6 واكتشف النتيجة. إذا حصلت على ما بين 12 درجة و18 درجة فأنت إنسان مرح جدا، تكره التجهم وتكره أن تعيش في جو من الكآبة. وإذا شعرت أن أي مكان تذهب إليه ممكن أن تسيطر عليه هذه النوعية من الشخصيات التي تتسم بالعدوانية والدم الثقيل، فإنك تعتذر عن الذهاب لهذا المكان أو تنسحب منه على الفور. علاقاتك مع الآخرين تتسم بالانفتاح والحب المتبادل، أنت سعيد في حياتك العملية وفي حياتك الخاصة لأنك تسعى لهذه السعادة بكل جوارحك. إذا كان مجموع درجاتك 7 درجات حتى 12 درجة فأنت إنسان متوازن، تكره أن تختلط الأمور، لكل مقام مقال عندك. في وقت الضحك تكون سعيدا وتسعد بهذا الجو، وفي جو الجد تكون أول الجادين.
أنت ناجح جدا في عملك رغم أنك تأخذها جدية أكثر من اللازم في بعض الأحيان. وفي حياتك الأسرية أنت ضابط الإيقاع الذي يضع النقاط على الحروف في الوقت المناسب. إذا حصلت على مجموع نقاط أقل من 7 درجات فأنت بالتأكيد إنسان ثقيل الظل، وكل من يعرفك عنده هذه المعلومة عنك. أحياناً تحاول خلع هذا القناع عنك لكنك تبدو نشازاً وسط الجموع. الحل هو أن تراجع نفسك وتصرفاتك وتبدأ بالمقربين منك، فهم الوحيدون الذين سيتقبلون هذا التحول منك.